تماما وهو المستضيف للعروبة بهدف نظيف أيضا حسب نادي حتى الآن هم الأقرب للوصول لمرمى نادي السيف. كرة مرسولة تسديدة الله على لعبة مرت لكن أرسلت إلى خارج الملعب البلوشي ملعوبه وتبقى وتستمر الى قاسم البلوشي. قاسم يحاول ولكن الكره مقطوعه. سامر الى العالميه هو يبي يعني يفكر في العالميه وبالتالي الطموح يقود يعني اي نعم يصلون الفريقين قبل العدد الثاني فنج الشباب في 90 نقطه. هناك السويق أصفر البطل بعد تعادل أمس في المركز الرابع بثمان نقاط. هناك أيضا صور بعد خسارته يبقى في المركز الخامس أو يصل إلى المركز الخامس. يجب أن ينظر إليه أكيد القائمين على شؤون السيف أو نادي السيف ومجلس إدارة عمان. لو فاز يصل إلى النقطة السابعة رح يرجع فرق إلى وراء إلى الخلف رح يصل إلى النقطة السابعة يتساوى مع نادي السيف. لعبها له ستانلي تمريرة ستانلي لم تصل إلى عمار بشكل سليم. ملعوبة الآن تلعب بشكل تمير يلعبها غانم بتمرير أو لا غانم هنا وبالتالي ربما يكون هذا البديل الآخر ربما يكون له علي المرمون. ملعوبة الكرة الآن خطورة على مرمى الحارس جينيفر ستانلي حارس مرمى نادي الدرجة الأولى وعاد بعد ذلك بالقرارات التي كانت الاتحاد العماني وأرضت الجميع حقيقة لدى تواجد 14 نادي سير صفر. ونحن مشاهدين متابعين الكرام في الدقيقة العاشرة كرة اللعب عمر صالح على عبد الكرة عالمية محاولة في منتصف الملعب عادت الكرة السابقة حاول يرديها اللاعب الزيان بعد ذلك لنادي السور خطيرة إذا خطف ارتبال لكن الكرة اتخلصت وتشتت. عادت المحاولة لنادي السور نادي صلالة دفاعات مقارب على انقضاء ربع ساعة. مشاهدينا متابعينا الكرام وصول لا يزال يتقدم على نادي صلالة بنتيجة 2-0. كرة بتلعب أمامية بعد ذلك بتعود المحاولة إلى عمر صور يطل ضيفا في هذا اللقاء على صلالة النهضة ضيفا على السويد. محمد عكاك أرسل كرة بعد ذلك انقطعت عادت لمصلحة من لمصلحة نادي صور لمصلحة المتقدم حتى الآن. كرة بتلعب أمامية تلعب أمامية الآن هي تلعب راسية بعد ذلك الكرة لنادي صور فيها تقدم ومرور. الكرة بتلعب أمامية ما فيها خطأ الكرة إلى الجهة اليسرى لاعب لاعب ممكن يمر راوغ عالي من جديد لنادي صلالة لاعب حمدي وبيس لمصلحة نادي صور تسديدة يطلب بعد من الحارس سعد العنزي تنفيذ الكرة باتجاهه بعد ذلك الكرة تتخلص. خالد مفتاح راسية موجودة تيم علي سليم يبحث الآن عن عرضية. علي سليم لعبها إلى منتصف وإلى العمق تحديدا الكرة تخلصت وافتكت من نادي صور. اللعب أمامية عالية صالح على الكرة أمامية بعد
بعد ذلك افتكت وتخلصت، عادت الكرة لنادي الصلالة في منتصف الملعب، أرسلت الكرة إلى اللاعب عمر صالح، لكن تسديدة كانت الجولة خسر في الجولة الأولى، انتصر برصيدة 3 نقاط، بينما نادي صور تعادل في اللقاء الأول بنجاح اللاعب محمد سن. كرة مرسولة بشكل جميل لكن فيها رائعة تلعب الكرة سعد لعنزي، الكرة جرت وحدثت في تشكيلة نادي صلالة، لكن الفريق يبدو بأنه قادر على التماسك أصبدت في المدافع، عادت من جديد المحاولة حلاوة الفوز مرة واحدة وذاق مرارة الهزيمة مرتين
مشاهدة الخطر يعني الأمور وكيف تكون ملعوبة الكرة الآن تلعب لصالح لا نشاهد في نادي صالح إطلاقا عادة الكرة جاء وصار المدجج بالأسماء الكبيرة بالأسماء الدولية سواء كانت الحكومة